ازيكم يا اصحابي في قناة العاب حبيبة للاطفال. النهاردة اول فيديو لينا وان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نبدأ يا اصحابي. يا حبيبة تناولي مني الغداء يا حبيبتي. حاضر يا ماما. حطي ما تمديش ايدك على حاجة لحد ما اجيب بقية الغداء. حاضر يا ماما. انا جعانة اوي، انا عايزة اخد واحدة. انا اخد واحدة بس. الله عايزة تاني. لذيذ طعم جميل. طعم جميل. اكل تاني. الله الشيبس كان حلو قوي. اما نخش بقى على الفاكهه. ده ما ايه ده يا حبيبة؟ انت كلتي كل الاكل كله لوحدك؟ مش عارفة اقولك ايه يا خير. وايه الكرش اللي طلعلك ده؟ مش عارفة. مش عارفة؟ من كتر الاكل اللي كلتيه ما انت كلتي الاكل كله. ينفع كده؟ حد ياكل الاكل ده كله؟ انا اسفة. طيب خليكي بقى بكرشك ده كده. فوكي يا ماما بطني وجعاني. يا بطني. لا خليكي زي ما انت كده بكرشك بقى عشان تحرمي تاكلي اكل اكتر من طاقتك. وانا عمري اعمل كده تاني يا ماما. مش هعمل كده تاني. انا كنت جعانه. طيب ماشي، طالما مش هتعملي كده تاني انا هشوف لك حل للموضوع كرشك ده. حلك الوحيد يا حبيبه ان انت تعملي تمرينات عشان كرشك ده ينزل. يلا قوم. طيب يا حبيبة انا هشوف لك حل، هتصرف لك دلوقتي، استنيني ثواني. حاضر. خلاص يا حبيبة لقيت لك الحل، هشفط لك كرشك ده بالمكنسة اللي بالكهرباء. خلاص يا حبيبة كرشك راح. خلاص هي كرشي خلاص راح عشان بعد كده تحرمي وما تاكليش اكتر من طاقتك يا حبيبة. حاضر. ايه رايكم في الفيديو بتاعنا يا اصحابي؟ عجبكم؟ طب اللي ناسي يعملها لايك اول حلقه يا ريت يعملها لايك دلوقتي. اللي لسه ما اشتركش في قناه العاب حبيبه للاطفال ينزل دلوقتي ويشترك.